كلها حتى أجهزة ومعدات السلامة اللي تستخدم ومشي على القوانين الدولية وإن شاء الله الله يوفقهم. يعني حد يقول لي محمد ما تخاف، بالعكس الخوف دائما موجود، لأنك لو كسرت السيارة ما فزت، ولكن الفن موجود وبعدين الأخلاق هذه اسمح لي. لا أنا أعلمك يا ولا أنت تعلمني، أعلمك أشياء كثيرة، هو يعلم المصور يعلمني التصوير وأنا أعلمك السيارة القيادة، بس الأخلاق في البيت تربية. We are all motorheads and we are icons in the automobile and the sport industry and we are sending the message. Just be careful and be safe. آخر كلمة ماذا تقول لقناة عرب موتورز؟ مشكورين على هالاهتمام. طول العمر. الله يسلمك.